اهلا وسهلا و300 مرحبا. اهلا اهلا اهلا. طيب ونس رمضان، امبارح بدانا وقلنا وقفنا عند الوحي، واحنا السنه دي هعمل لكم حاجه اللي انا بحب اعملها طول الوقت وبستمتع بيها استمتاع كبير جدا، وانا عارف ان انتوا زيي بالظبط. الميزه كبيره جدا ان الواحد يلاقي اصحاب كتير كده وبيفكروا زيه وبيحبوا الحاجات اللي هو بيحبها. فانا كل الحكايه لا بنفسر ولا بنعمل، انما عشان ده ليه رجال، انما احنا بنحكي حكايات انا بقراها وبستمتع بيها جدا وبتوضح لي حاجات كتير قوي. فاحنا امبارح اتكلمنا على نزول الوحي على سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام، هنقول لكم باختصار كده بنوصل للب الحكايه في الحلقات اللي جايه ان شاء الله. احنا بنتكلم على الوحي، الوحي كان بينزل ازاي؟ لما سيدنا جبريل عليه السلام نزل وقال لسيدنا محمد اقرا، فقال له ما انا بقارئ، هل اداله ورقه؟ هل قال له اقرا من دي؟ لا، التفسيرات بتقول انه سيدنا جبريل قال له اقرا يعني ردد ورايا اقرا، فقال له اقرا ايه؟ ما انا بقارئ يعني اقرا ايه؟ فقال له اقرا، قال له اقرا ايه؟ ما انا بقارئ، قال له اقرا باسم ربك الذي خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربك الاكرم. الله. طبعا البدايه دي راحوا فيها المفسرين وجوم كتير قوي، فانا ارجوكم تفتحوا تفسير وتقروا ليه القرآن الكريم بدأ بإقرأ. يعني البداية كده إقرأ العلم. طيب يبقى إذن سيدنا جبريل لما قال لي كده سيدنا محمد كان بيقول له ردد ورايا، وردد والقصة اللي حصلت ثم توالى نزول القرآن. طب القرآن كان بينزل إزاي؟ هل كل مرة كان بينزل سيدنا جبريل بهيئته العظيمة دي والأجنحة الكتير واللي بيوصفها سيدنا محمد إن فيها ياقوت ولؤلؤ ومرجان وحاجات زي كده بيقع منها، وقدمه الخضرة؟ لا، ده بيقول لك كان كلام موجود، ناس تعتمد وناس ما تعتمدوش، بس بيقول لك القرآن كان بينزل أحيانا جبريل عليه السلام ينزل في صورة رجل. مين الرجل ده؟ يعني رجل كده أي رجل من العرب؟ لا، ده رجل اسمه دحية الكلبي، كان أجمل رجل في المدينة، لدرجة إن بتقول لك كتب إنه لما كان يحيى الكلب يجي المدينة ويخش يمشي كده في طرقاتها البنات اللي ما اتجوزوش يخرجوا يتفرجوا عليه من كتر جماله. جميل، أنيق، وقور، في كل المميزات، لأنه غني جدا، تاجر وغني جدا. ويقال إنه يحيى الكلبي اتجوز بنت أبو لهب. أنت هتروح مننا بعيد؟ لأ، احنا دلوقتي بنتكلم على القرآن وبنتكلم على دحية الكلبي، دي ليه موقف هنا، ليه موقف هنا. فهنقول الأول سيدنا جبريل بينزل على سيدنا النبي هو، وينزل في هيئة دحية الكلبي، وينزل في هيئة النبي بقاعد وسط أصحابه، فتأتيه صلصلة. هم سألوه كيف ينزل عليك يا وحي يا رسول الله؟ قال يأتيني على هيئة صلصلة جرز، يعني حاجة كده، وثم ينفض عني، يخفي، يسيبني، ينفصم عني. فأعي ما قال، فأقول بقى الكلام اللي هي الآيات القرآنية. طيب ستنا عيشة كانت بتقول إنه في اليوم البرد جدا كان لما ينزل وحي لسيدنا محمد يحصل له الحكاية ديت، يعني يخرج من الوعي خالص ويجيله في هيئة الجرس ده اللي بيجيله بيه الوحي، ويتصبب عرقا في اليوم شديد البرودة. عشان كده هو قول ثقيل، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. ده شكل من أشكال الوحي. في شكل تاني اللي هو زي بقول لكم إنسان من الصحابة وله تاريخ، يعني مش معروفة تفاصيله قوي، بس معروف عنه حاجات كتيرة. يعني مثلا يبقى احنا كده عرفنا خلاص الوحي، ولا احنا نقول كمان الوحي بينزل كده، يا إما ده يا إما ده يا إما ده. نحكي بقى حكاية دحية الكلبي ولا نكمل أحسن؟ نحكي. أنا حكيت لكم قبل كده دحية الكلبي، لأنه دحية الكلبي ده فيه قصة، لكن هو كان رجل أنيق ورجل جميل، وده اسمه رسول أو سفير النبي صلى الله عليه وسلم. لقب، هو الوحيد اللي خد اللقب ده، سفير النبي. ليه؟ لأنه كان بيعرف اللغة السريانية، وكان عايش في شمال غرب المملكة في دومة الجندل، فكان متصل بالشام ويعرف اللغة بتاعتهم ويعرف يتكلم ويعرف طريقة التعامل معهم.
فكان لما سيدنا النبي استقرت الامور بقى في الاعوام اللي هي 6 و7 و8 هجري، بقى يبعته رسول الى هرقل، وفي قول ان هو هرقل اداله هدوم واداله حاجات هدايا وهو راجع، ناس سطوا عليه، فسيدنا محمد راح دافع عنه وجابوا الحاجات والحاجات دي كلها. لكن في روايتين عن دحية الكلب بحب اقولها لكم. في كلام بيقولوا انه ليه اخت اسمها اشرقت او اشرقات او حاجه زي كده، يقال ان سيدنا النبي اتجوزها، لكن مش متاكدين قوي. ناس تقولوا لا كان هيتجوزها وما اتجوزهاش، ما دخلش بيها ولا يدخل بيها يعني، وفي ناس تقول اتجوزها. لكن الشيء اللي هو موجود قوي انه ابو لهب ومراته ماتوا، عنده بنت لما ماتوا وسيدنا النبي هاجر راحت مهاجره مع النبي وهو ابن عمها واسلمت وكل حاجه، وطول ما ماشيه في المدينه تبقى بنت ابو لهب لهب يخش نار ويروح قارين الايات تبت يد ابي لهب وتب ما اغنى عنه. فراحت للرسول قالت له كل ما امشي في حته بيقولوا لي كلام بايخ، يعني هو ما فيش حد، ما دوركم معظمهم كانوا اهاليهم كفار يعني، هم امال جايين منين يعني. فسيدنا محمد طلع على المنبر وقال لا تؤذوا بنت ابي لهب لانها بنت عمي ولانها اسلمت ولانها لو حب كمان عشان يرضيها، راح متصل بيحيى دحيه الكلبي وقال له هل لك ان تتزوج بنت عمي؟ قال له نعم طبعا سمعا وطاعا. فاتجوز دحيه بنت ابو لهب بعد ما اسلمت. وكان في بقى غزوه مهمه اللي هي بعد الخندق، سيدنا محمد بعد ما خلص فجاله دحيه وهو قاعد مع ستنا عيشه في البيت، الباب خبط وهي بتقول كانت بعد المعركه، فاضطرب النبي عليه الصلاه والسلام ففتحت الباب قالت له في حد عايزك، فخرج قعد يتكلم مع شخص وبعدين رجع لبس اللامة بتاعت الحرب بتاعته وقال لها، قالت له انت كنت بتتكلم مع مين ده؟ قال انت شفتيه؟ قالت له تعرفيه؟ قالت له هو شبه دحية. قال لا ما هو ده دحية الكلب، جاءني جبريل في هيئة دحية الكلب ده نص كده، وقال لي روح اطلع على بني كريزة، القصة اللي انتوا عارفينها بتاعت معركة بني كريزة. فده اللي هو الحديث اللي هو بيقول ان دحية كان بيبقى نازل، لكن في ناس بترفض الفكرة دي، لكن ده موجود في الكتب. كل ده متعلق بسيدنا جبريل والقرآن الكريم. طيب نزل القرآن، طيب نزلت الآيات، يعني سورة البقرة 280 آية دي نزلت مرة واحدة؟ لا، سورة البقرة تعتبر سورة مدنية. لا، الآيات ما نزلتش مرة واحدة، يعني حتى اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأقر، وبعدين اتكملت، مش الآية كلها، أنا مش السورة كلها نازلة. فكان الوحي ينزل يقول لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ضع هذه بين هذه وتلك، يعني الآية دي حطها بين دي ودي، ده توقيفي. خلي بالك الكلمتين شبه بعض، توقيفي وتوفيقي. التوفيقي في بعض أسماء السور، التوقيفي يعني من الله سبحانه وتعالى. فالآيات اللي موجودة عندك في المصحف دي مترتبة ترتيب إلهي ما فيش كلام، يعني أنت متأكد؟ أي متأكد ليه بقى؟ لأن سيدنا جبريل عليه السلام كان يراجع في كل عام في رمضان المصحف مع سيدنا محمد، ويمكن من دي ظهرت حكاية إن إحنا نقرأ ونختم المصحف في رمضان الكريم، لأنه كان بيراجع كل سنة معاه، مش كله بقى الآيات اللي نزلت. بيراجع إزاي؟ يعني بيراجع الآيات دي ورا بعضها كده، والآيات دي ورا بعضها كده، سورة الفتح، سورة محمد، سورة نوح، سورة كذا، مرصوصة بعضها. فيبقى إذن إيه؟ هذه الآيات ترتيبها توقيفي. التوفيق بقى هقول لك عليه بعدين، اللي هو إحنا قعدنا وقلنا ممكن نبقى نعملها كده ممكن نعملها، لما الآيات مفيش كلام. سيدنا جبريل راجع القرآن مع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في العام الذي قبض فيه النبي صلى الله عليه وسلم مرتين، وده ثابت في الصحيح، راجعوا معاه في شهر رمضان مرتين، وقبض النبي صلى الله عليه وسلم. فين القرآن؟ في الصدور، بس في الصدور الناس حافظينه لأن دي ملكة العرب. طيب ما فيش حاجة؟ لا، كاتبينه، ما هو كان بينزل الوحي يجيب سيدنا محمد الكتبة اكتب، وكان معاوية على فكرة منهم، معاوية من كتبة الوحي، اقعد اكتب كذا 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 ويشوفها، لأن كتابة القرآن فيها خصوصية
يعني تلاقي مثلا كلمة، اكتب انت كلمة الرحمن كده هتلاقي نفسك حطيت ألف الرحمن، لا مفيش ألف، الألف بتحط كده في التشكيل لأن العرب كان عندهم الملكة دي في القراية. خلاص يبقى القرآن ثابت بسيدنا محمد وموجود يا إما في الصدور يا إما بقى على النخيل، على العظم بتاع الحيوانات، على الجريد، على أي حاجة، على الجلد بتاع الماعز والحاجات دي كلها والخرفان وموجود. حصلت معركة اسمها معركة اليمامة، دي معركة كانت بتخص مسيلمة الكذاب، ومسيلمة ده بيقول لك انه مات عنده 100 وحاجة سنة. قتلوا مين اللي قتلوا؟ تعرفين طبعا وحشي اللي قتل حمزة، فكان حتى يقول لنفسه دي بدي يعني، لان حمزة وحشي لما قتل حمزة وبعدين جي كده عدي على سيدنا بعد ما اسلم فقال له يعني مش عايز اشوفك مش قادر، لان قتل عمه الحبيب، وعمه ده كان بينه وبينه سنة او سنتين يعني، بينه وبين سيدنا حمزة كانوا قريبين في السن. يا سلام سيدنا العباس قالوا له هو مين اكبر انت ولا النبي؟ قال هو اكبر بس انا ولدت قبله. الله. قال هو اكبر طبعا، قال ده هو النبي فهو اكبر، لكنني ولدت قبله، يعني انا في السن اتولدت قبله لكن في المقام هو اكبر. شوف الذكاء بتاع العرب والكلام الحلو. طيب المعركة بتاعت اليمامة دي كانت معركة شرسة جدا. اليمامة دول خرج 40,000 مؤمنين بمسيلمة، وطلع واحد مش عارف اسمه ايه كده قال لك انا سمعت محمد عليه الصلاة والسلام وهو يشرك مسيلمة الكذاب في الدين بتاعه. فالحكاية دي نفعت مسيلمة جامد جدا، وفي ناس كتير امنوا بيها ده في وجود سيدنا محمد. دي المعارك اللي سميت في التاريخ بمعارك الردة. المعركة دي كانت شرسة جدا، وكان فيها بطولة عظيمة جدا لكذا حد، وبعدين لو عايزيننا نحكي لكم عن معركة اليمامة بالتفصيل نحكي بالتفصيل. لكن اللي حصل ان مات فيها عدد كبير من المسلمين، منهم كتير من حفظة القرآن. فراح عمر قال له يا ابو بكر الحفظة مات كتير قوي منهم في اليمامة، واحنا المسلمين انتصروا لكن مات كتير قوي، هنعمل ايه؟ قال له نعمل ايه في ايه؟ قال له القرآن الناس اللي حافظين بيموتوا، هيموتوا في معركة، في معركة مش هنلاقيهم. فقال طب هنعمل ايه يعني، ايه اللي ممكن نعمل؟ قال له ان احنا نجمع القرآن. لا لا ما عملش حاجة ابدا ما عملهاش النبي صلى الله عليه وسلم. لكن فضل عمر بن الخطاب، وده بقى شوف عشان تعرف اهمية عمر، فضل يعني انا اسف في التعبير بس فضل يزن يلح على ابو بكر. فبدأ ابو بكر يسأل الصحابة فقال له امر غريب ما عملناهوش، ما اتعملش في عهد النبي لكنه امر طيب، هو كويس، فكره كويسه. هو بدات رحله جمع القران، جابوا بقى الناس اللي هم كانوا بيقروا زيد وفلان وفلان وابي بن كعب اللي كانوا حافظين القران. ايه يجمعوه ازاي؟ يجمعوه كالاتي: انت عندك ايه؟ اجيب الايه مكتوبه. معاك شهود؟ 2. معاك 1؟ لا معاك 2. اكتبوا، والحفظه ياكدوا. المساله كانت دقيقه للغايه، وجمعوا فعلا المصحف بدقة فظيعة، يعني جابوا الحفظة كلهم ويقروا عليهم سورة سورة وآية آية لغاية ما ظبطوا. ويقال انه في السور، اسماء السور كان فيها توقيفي يعني اسماء معروفة، وفي سور اسماء توفيقية. قالوا بقى دي مثلا السورة ديت فيها كذا غالب فنسميها سورة نوح، دي فيها كذا غالب فنسميها سورة كذا، دي سورة المائدة فيها قصة المائدة والسيد المسيح عليه السلام فنسميها المائدة. طب الأنفال وبراءة توبة، فبعضهم قال إنه هي تقريبا سورة واحدة، فعشان كده مش هنحط فيها بسم الله الرحمن الرحيم، ده تفسير. عشان كده تلاقي سورة براءة إيه ما فيهاش بسم الله الرحمن الرحيم، يعني قال لك إن دي استكمال لسورة الأنفال. وتجمع المصحف واستقر عند عمر بن الخطاب. قبل أن يقبض عمر وضع المصحف في بيت أم المؤمنين حفصة، وسميت حفصة منذ هذه اللحظة بحارسة القرآن، لأن فضل المصحف عندها سنين، وهو ده المصحف اللي انت بتقراه دلوقتي. بس ناقصه ايه؟ ناقصه النقط.
وناقصه التشكيل وناقصه كل التنوين والحاجات دي كلها، وناقصه الآية تخلص هنا وتخلص هنا وتخلص هنا وتخلص، وناقصه التقسيم لأجزاء وأحزاب والحاجات دي كلها. كل ده حصل فيما بعد، ده كله حصل فيما بعد. إمتى؟ لما دخل ناس كتير دين إسلامي وبقوا بيتكلموا بلغات كتيرة ومش عارفين يقروا زي العرب. يعني مثلا حدي لك مثلا كلمة مثلا نعد، طيب هي راء بتاع كده وعين ودال، هتحط في فوق نقطة، طب ممكن ما تحطش نقطة تحط نقطتين تحت فيبقى يعد. طب هي يعد دي جبتها منين؟ ما ممكن تبقى يعد بس مفيش ضمة. فدي ما كانوا العرب بالسليقة بيعرفوا يقروا الحكاية دي يجيبوها صح 100%، إنما اللي مش عرب ما بيعرفوش يقروها، فبدأوا يحطوا النقط ويحطوا التشكيلات ويحطوا الحاجات، ومضى المصحف تمام التمام. أي حد يشكك في الآيات وفي الحاجات دي ربنا معاه، إنما هو ده المصحف اللي نزل. وبعدين بعد كده بقى حصل تطور في الطباعة وتطور في كذا وتطور في كذا حتى وصل المصحف اللي بين إيدينا دي. وده مصحف متطور. يعني إيه متطور؟ يعني الناس اجتمعوا شيوخ وقالوا إن إحنا نعمله بشكل بحيث أنت تبقى عارف شكل الصورة وشكل الآيات فين، شمال يمين فوق تحت، فيبقى المصاحف كلها شبه بعضها. وده عمله الملك فهد ربنا يرحمه ويغفر له رحمة كبيرة يعني، وطبع عمل مطبعة كبيرة جدا. وكانوا لما كنا، أنا فاكر لما رحت حجيت في أول التسعينات وإحنا خارجين ادونا شمسية ودونا أظن الزمزمية ودونا المصحف، طبعا فرحت بيه جدا. وفضلت بقى ده المصحف اللي كانت بتقرا فيه امي، مصحف كبير كده. وفي بعدين بتعرف انت تقول سوره الكهف تبدا في اليمين في التلت الاخير من الصفحه، ومثلا الايه الفلانيه في الحته الفلانيه والايه الفلانيه في الحته الفلانيه، وهكذا تم جمع القران الكريم. لو عايزين نحكي اكتر عن دحية كلبي قولوا لي نحكي، لو عايزين نحكي عن السيده حفصه انا احب جدا ان انا احكي عن السيده حفصه، فلو عايزين انا احكي. بس هي السيده حفصه حارسه القران، احكي لكم ازاي اتجوزت النبي. دي حلوه قوي. يا سلام، والله بقول لكم يعني انتوا هتنبسطوا جدا لما تسمعوا الحاجات دي لانها جميله. حفصه كانت متجوزه خنيس ابن مش عارف ايه كده، ومات في غزوه بدر او في احد، يعني مات اثر الغزوه اتضرب، فمات يا اما بعد بدر يا اما بعد احد. في ناس بتقول لا كان بعد بدر عشان الجواز كان في 2 أو 3 هجري، او يعني جوزها يعني استشهد صغيره. حفصه مولوده قبل الهجره قبل البعثه بخمس سنين، يعني هي دلوقتي عندها 18-19 سنه، احنا هاجرنا بقى فعندها 19 سنه. فسيدنا عمر عايز يجوز بنته، وده كان سلو العرب زمان، فراح لمين؟ لعثمان. عثمان كان جوز مين؟ كان جوز رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم وقبضت ماتت، وكان زمان يعتبروا يقولوا تعبير كده ماتت وهي تحت عثمان، تحت يعني مراته، فش إهانة دي الكلمة دي باللغة العربية. فرقية ماتت، فراح له عمر قال له ما تتجوز حفصة، فقال له أنا ماليش رغبة أتجوز اليومين دول. فعمر اتضايق جدا، فراح لسيدنا أبو بكر رضي الله عنه فقال له يا أبو بكر إيه رأيك تاخد حفصة؟ فما ردش خالص، ما ردش خالص وسابه ومشي. فراح يشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لا رسول الله يرضيك اللي عملوا في صحابي دول بالبلد، أنا بقول لكم بالبلد بكلمه باللغة العربية بقى جامدة. قال له عملوا إيه؟ قال له رحت لعثمان عمل كذا ورحت لأبو بكر عمل كذا. فقال له حفصة يتزوجها من هو أفضل من عثمان، وعثمان يتزوج من هي افضل من حفصه. ايه دي؟ دي فزوره دي؟ لا، قال له حفصه يتزوجها من هو افضل من عثمان، هو هيتجوزها عليه الصلاه والسلام. شوف بيراضي صاحبه ازاي؟ وعثمان يتزوج من هي افضل من حفصه، ام كلثوم بنت النبي، لان عثمان ذو النورين لانه خد بنتين من النبي وماتوا الاثنين وهم تحتي. خلاص ابو بكر بقى هيظهر تاني. فبعد ما خلصت القصه دي قال مشي كده قابله، فقال له لعلك يعني شلت مني لما قلت لي على حفصه. قال له قال له اني سمعت رسول الله يذكرها
وخشيت أن أفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن لم يكن يتزوجها فكنت سوف أتزوجها. إنما أنا سمع النبي بيقول أن ناخد حفصة عشان خاطر جوزها استشهد، وعمر ما زعلش بنته تبقى معادة من غير زواج، فسمع. فهيقول له بقى النبي يتكلم عنها، لا ما ينفعش لأن ده الصديق، ده مش بتاع حاجات من دي. فسكت خالص، وحتى عمر هيزعل منه ما يهموش، لأنه ما يقدرش يفشي سر النبي، لأنه جايز النبي يعمل كده أو ما يعملش بقى، هو حسب ما يشوف. بيقول لك إن حفصة دي رضي الله عنها وأرضاها، بيقولوا إن سيدنا محمد طلقها مرة، عشان في قصص كتير عنها هبحكي لكم، بس دي حتة لوحدها لو أنتوا عايزين. إن سيدنا محمد طلقها مرة أو ما طلقهاش، زعل منها، فجبريل نزل له رجعه قال له ما طلقهاش، دي صوامة قوامة وهي زوجتك في الجنة بنت عمر بن الخطاب. اللي كل نساء النبي أمهاتنا كلهم موجودين، ما ماتش غير زينب بنت خزيمة بس اللي ماتت في عصر النبي، بعدين كلهم ماتوا. وحفظة ماتت 45 أو حاجة و40 هجري. كل الزوجات موجودين وعيشة موجودة، لكن المصحف فضل عند حفصة. حتى لما جو خلفاء ما جي بعد كده عثمان وعمل القصة دي، طلب المصحف من حفصة فبعتته له، قالت له بس ترجعه. فبعد ما خلص هو حرق كل الناس اللي عندها مصاحف وحاجات، وعمل النسخ الجديدة، وزع النسخ على الأمصار كلها البلاد يعني اللي فتحوها، ورجع المصحف عند حفصة وفضل عندها بقى لغاية ما هي ماتت. طلبوا الخليفة من عبد الله بن عمر أخوها والدولة. فممكن أحكي لكم حاجات كتير، بس هو هتيجي سيرة حفصة تاني، لأنه ما هي موجودة في آيات فيها يعني حاجات كتير، فهتيجي سيرة حفصة في حاجات تانية. فيبقى دلوقتي احنا بقى خلاص استقرينا، القرآن عرفنا نزل منين، منى وأحمد بنتهم هايدي هتسأل القرآن نزل ازاي، نزل عن طريق جبريل، كان بيجي اما يكلم ربنا يكلم النبي في ودنه، او يطلع بشخص، في شخص رجل ورجل واحد، مش في اي رجل، مش في كل رجل ممكن تلاقي فيه سيدنا جبريل، وكان بينزل على النبي صلى الله عليه وسلم يقول له القرآن ويقول له اكتب دي بين دي ودي، مهمة جدا، اكتب هذه بين هذه وتلك، حط الآية هنا، يعني حط الآية دي هنا، الحكاية مش هميون يعني كده، مظبوطة 100%. ورجعوا سيدنا جبريل مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مرتين في شهر رمضان، سبت خلاص القرآن وحكينا كل قصة. نيجي بقى نخش، أول ما نخش عايز أقول لك حاجة أنا لفتت نظري، يعني أنا مش بتنطط ولا حاجة، بس يعني حلوة، إن أنا طبعا كلكم قريتوا سورة البقرة 100 مرات، بس لقيت سورة البقرة بادئة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، وممكن تقراها ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، ممكن، وممكن تقرا ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، كل ده ممكن. مين المتقين يا ربي؟ من الاول خالص، من اول صفحه هو بيقول لك بوضوح، يعني مش ما فيش بعد وضوح، الذين يؤمنون بالغايب، عشان ما تقولش اصل انا مش شايف، لا يا حبيبي ما احنا مش متفقين على كده، يعني تصور انت بتكتب عقد مع حد وهو كذلك، يقول لك اول حاجه انك هتشوف هتؤمن بحاجات ما تعرفهاش، هتؤمن بحاجات مش شايفها، هتؤمن بالغيب، ويقومون الصلاه. خدت بالك انت من الحكايه دي؟ اول اتفاق، انت موافق خش، مش موافق مع الف سلامه حبيبي ويعني وخالتي ليلى ده عيالك مع السلامه، انما في الاول خالص، في الاول خالص، اول سوره بعد الفاتحه طبعا، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة والذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة دول المتقين. خش بقى معانا بعد كده هنروح في عالم بقى، نيجي بقى في سورة البقرة وقصة البقرة وقصة اليهود مع سيدنا موسى. أنت بتقرأ الآيات
ادعو لنا ربك أن يبين لنا ما هي القصة دي، هنقراهم كلهم مع بعض. ايه القصة دي؟ انت عارف وانت عارف ان القصة دي واحد قتل واحد، فراحوا سيدنا موسى قالوا انت مش انت النبي؟ قال لهم ايوه انا النبي. قال له طب قول لنا مين اللي قتل الرجل ده؟ فقال له واحد، قال له اذبح بقرة. بكرة بقى خلي بالك انا هقول لك ايه دايما كل يوم، هي لان انا ما قريتها عشرات مئات المرات واستوقفتني جدا جدا في المرة يمكن 300 من القراية. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كل مين؟ كل محمد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. خلي بالك ما تيجي تقرا كل، يبقى هو ربنا بيقول لسيدنا محمد قول لهم كل. يقول ايه؟ بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. ليه؟ هو خير مما يجمعون. كل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. صدق الله العظيم.